الدماء وسفك الدماء. نحن مع الشعب السوري في كفاحه وفي ثورته. نحن أيضا ضد التدخل العسكري الأجنبي في شؤون سوريا، ولكن هناك آليات كثيرة دون ذلك. هناك توافق كلي بين رؤية تونس ورؤية مصر لكل القضايا، خاصة للمأساة الشعب السوري. نحن متفقون جميعا على ضرورة نهاية هذه المأساة الدموية، وهذا لا يكون إلا بتمكين الشعب السوري من الخيار، وخيار الشعب السوري واضح هو التخلص من الاستبداد والوصول إلى ما وصلت إليه تونس ومصر من حق الشعب في اختيار من يحكمه. بالنسبة لنا قضية الاستبداد وحق الشعب السوري في تقرير المصير.